المؤتمر اللي نظمه مركز البحوث عن انتشار الصواريخ البالستية في توقيت كتير مهم. نحن عم نشهد في المنطقة اليوم انتشار لاستخدام الأسلحة الصواريخ البالستية والصواريخ الجوالي تحديدا من المجموعات الغير نظامية الغير حكومية كالحوثيين كالحشد الشعبي كحزب الله وغيرهم من هذه المنظمات التي تدعمها إيران. إيران قامت بعملية نشر ونقل تكنولوجيا أدت ل استخدام هذه الصواريخ اللي عندها استخدامات استراتيجية في عمليات اليوم تهدد الأمن الدولي. يعني العملية اللي عم يقوموا فيها الحوثيين باستهداف الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر هو تهديد للأمن الدولي. أيضا نقل تكنولوجيا الطائرات المسيرة الانتحارية والهجومية واستخدامها بهذا الشكل الكبير يهدد أمن عدة دول. الأسلحة الصواريخ البالستية هي صواريخ عابرة للحدود تقطع مئات الكيلومترات والعملية الدفاع ضدها مكلفة ومعقدة، وبالتالي يجب أن تكون هناك آلية تمنع انتشار هذه الصواريخ عالميا وخصوصا للمجموعات الغير نظامية والميليشيات. وهيدي من الأمور اللي تطرق لها المؤتمر في دبي.